السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اهلا بكم احبتي في الله، ومرحبا بكم بزيارتكم لقناتي. لاول مرة يدخلوا القناة واول مرة يشاهدوا هذا الفيديوهات، ان شاء الله تشتركوا في القناة اذا عجبتكم وتفعلوا الجرس. تعطيوني رأيكم بكل صراحة في القناة. هذا سؤالي بالنسبة للمشاهدين أو المتابعين اللي هم الفين، يعني عندهم فترة طويلة هم يتابعوا في قناتي. إن شاء الله تعطيني رأيكم في القناة وتنصحوني تنصحوني كل واحد كيفاه يشوف في القناة، وكل واحد كيفاه يحب يمد رأيه أو يعبر، يعني ويمد لي نصيحة نحسن في القناة، أو يعني كل واحد واش يحب ينصحني. انا حابه تعليق تكون فيها نصائح، وتمدوا لي رايكم كذلك بكل صراحه في القناه. هذا بالنسبه للمتابعين اللي يتابعوا في قناتي فتره طويله، عندهم مده ممكن سنوات ولا عندهم اشهر يعني من اللي اكتشفوا قناتي. وبالنسبه للمتابعين جدد، ان شاء الله تعجبكم قناتي وتشوف فيها فائده، يعني تشوفوا فيها تستفادوا من الفيديوهات باذن الله، وان شاء الله تشتركوا في القناه اذا عجبتكم وتفعلوا الجرس وتكونوا من المتابعين ان شاء الله. ورايحين تستفادوا باذن الله، تقدروا تشاهدوا الفيديوهات القديمه حين تستفادوا من معلومات ممكن تكون ما تعرفوهاش من قبل. المهم تكون القناه الاهم، يعني تكون انها هادفه وفيها محتوى هادف، وفيها ولو الافاده حاجه يعني بسيطه وقليله، ما عليهش خير احسن من القنوات اللي تكون ما عندهم حتى فائده. هذه ديما نقولها ونعاودها، ما نحبش انا القنوات اللي ما عندهمش فائده وكلام غير في الباطل هكذاك، ولكن هما خساره، يعني عندهم متابعين بزاف وعندهم الاشتراكات بزاف، الناس تحب تتبعهم يعني بزاف هذوك الفيديوهات. المهم كل واحد وقصته، كل واحد كيفاش يحب واش المحتوى اللي يشاهد في اليوتيوب. المهم في هذا الفيديو جبت لكم هذا المنتوج انتونس، كما تشوفوا في الاسم تاعو، هذا معطر او ملطف للجو، هايل بزاف بزاف بزاف، حبيت ننصحكم به وتجربوه، روعه روعه. ما تشوفوش القرعه تاعو تشوفوا فيها كحله هكا، اللون تاعها اسود، راح ممكن ما تاتيريكمش بزاف، حنا نحبو غير الالوان ومنا، لكن هذا القرعه، هذا ملطف الجو، هذا المنتوج انتونس، هذا هايل هايل هايل، ريحته روعه، راح تعجبكم اكيد اكيد راح تعجبكم. انا جربت انواع، كاين تاع البلاستيك وكاين تاع الحديد، انا تاع الحديد هذوك صراحه ما نحبهمش نديرهم في الدار، ريحتهم شويه قويه هكا وما تعجبنيش ريحتهم بزاف، اعزكم الله يعني نحطهم في الطواليت، و يعني نشريهم في الاول تعجبني ريحتها هكا بصح ما نطيقهاش في الدار، نديرها غير شويه ومن بعد نحيها من، يعني ما نديرهاش في لا شومبر في الدار، يعني ما نديرهاش. المهم هذه عجبتني ريحتها بزاف، حبيت ننصحكم بها، عندي فتره طويله من اللي هي عندي، ممكن حوالي 20 يوم من اللي شريتها، وكل يوم نقول ندير لكم عليها فيديو. اليوم قررت اني ما ننساش، لازم نحط لكم عليها فيديو، اللي ما يعرفهاش يعرفها، واللي ما جربتهاش غير تروح تجربها وتشريها هي. مهم انا السعر تاعها 35000، شراها زوج تاعي 35000، راه غاليه بزاف، قال لي 35000، انا نشوف فيها غاليه يعني هذه، بصح ريحتها تستاهل تستاهل، يعني تحطي غير رشه منها تخلي لك الجو روعه. حطي يعني ديريها هكا في الدراوات كي تكونوا مفرشين فوق السرير، ولا فوق ولا فريش في الصالون تاعك، ولا ديريها في الريدو في الريدو، يعني ترشيها هكا، ترشيها على الزربيه، ريحتها تقعد، ترشيها في الجو ريحتها تقعد وما تزربش، تبقى يعني نهار كامل، كامل الروائح اللي نعملوهم هكا يقعدوا شويه وتحسي هذيك الريحه خلاص راحت. هذه
روعة ريحتها كأنها بارفان تاع الزجاج. يعني تحبي حتى تقولي نديرها هكا ونخرج. ريحتها روعة، تعجبكم بزاف بزاف بزاف. يعني كي ديريها في الدار كأنك درتي بارفان تاع الزجاج، هذوك اللي نديروهم كأنك درتيها هي، ما درتيش هذه. والله ريحتها غير روعة روعة، عجبتني أول مرة. تعجبني ريحة ملطف للجو، هذا الريحة تاع الديار يعني بزاف بزاف بزاف. هو هذا كأنه جديد، أنا ما كنتش شايفته من قبل، ما كنتش حاطة بالي ليه، ولا ما كنتش شيء، ولا ما كانش. المهم هذا النوع راهو أنا أول مرة يعني أشوفه. مهم القرعة كامل هكا في اللون الأسود، والسعر تاعها كما قلت لكم 35 ألف. ريحتها ما تندميش عليها نهائيا إذا استعملتيها وجربتيها، ريحتها روعة روعة روعة، حتعجبكم. هذه هي الفيديو، غير حبيت ننصحكم بهذا البارفا أو الريحة هذه تاع الدار. حطيت لكم من قبل على الصانيبو هذاك الصح، عجبني بزاف بزاف للأرضية، يعني تسيقي به. ولحد الآن يعني هذو في زوج الريحة تاع البيت هذه، وملطف الجو هذا وصانيبو، حد الآن هذو المنتوجات هذو جديد، أنا أول مرة نستعملهم على هذه. حطيت لكم يعني وعجبوني، ماشي زعما نحط لكم الفيديو هكذاك، عجبوني بزاف بزاف، وريحتهم روعة روعة. يعني خليو لك واحدة الريحة تهبل في الدار بعد ما تنظفيها وتحطيهم، يعني تحطي هذا الملاطف الجو، يعني واحد الجو، يعني واحد الريحة تهبل في الدار تولي. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، وقلت لكم السعر.